حاجة مهمة عشان الناس بيختلط عليها فكرة النجاح، مش لازم تبقى مدير عشان يبقى اسمك ناجح، لا انا ممكن ابقى في مكاني عادي ابقى بشتغل وظيفتي وتمام، يعني مش لازم النجاح تبقى منصب او تترقى تبقى فلان الفلاني صاحب الشركة او انت مش عارفة مين عشان نقول عليك ايه ده الله ده ناجح، لا انت ممكن تكون في مكانك شخصية طبيعية جدا، عندك ان شاء الله البيزنس بتاعك لو حتى متر في متر، بس انت من جواك عارف ان انت ناجح، ان انت قدرت تحقق حاجة انت كان نفسك فيها. فعمر النجاح ما كان مرتبط بمنصب يا سهى، ولا انا معايا العربية الفلانية عشان ابقى ناجح، او معايا الفلوس اللي في البنك مش عارفه ايه عشان ابقى ناجح. ساعتها على فكره تبقي انت شخصيه راضيه ده نجاح، تبقي شخصيه قنوعه ومن جواكي نظيفه وتتمني الخير اللي حواليكي ده نجاح. ما هو خلي بالك انا ممكن ابقى في منصب فظيع وعندي كل حاجه وابقى من جوه سواد، شخصيه كارهه الناس، مش عايزه حد يبقى اشطر مني، مش عايزه حد حواليا يتفوق او يحقق حاجه، ده بحسه ده ما ينفعش يبقى شخصيه ناجحه، مع ان العقل بيقول ده ناجح، هو عنده فلوس وعنده مشروع وعنده عربيه وعنده مش عارفه ايه وعنده منصب فلان الفلاني بتاع ايه وبيسافر والناس بتضرب له تعظيم سلام، بس هو مش ناجح لانه مش بيتمنى الخير للي حواليه. فهو النجاح تركيبه يا سهى، هي مش بس نجاح في شغل او نجاح في مهاره معينه او نجاح في انك توصل لقمه حاجه، النجاح برضو انك تبقى شخصيه سويه، شخصية عايزة تساعد اللي حواليها، شخصية بشوشة، شخصية متفائلة، شخصية إيجابية، عارفة إن في حاجة حلوة هتحصل. أنت عارفة برضو لينا من الحاجات اللي أنا بعتبرها نجاح، بما إنك دخلتي بقى في إن صفات شخصية معينة ممكن تبقى ناجحة، الشخص اللي هو الناس بتحبه ده شخص ناجح. طبعًا. لأن هو أكيد هما شايفينه كويس في حتة معينة، فأنت ناجح في إن أنت مثلًا فانت ناجح ان انت بتعامل الناس حلو فالناس حبتك، انت ناجح ان انت بتعرف تساعد اللي حواليك فمجرد مساعدتك اللي حواليك دي خلت الناس تحبك برضو، فدي برضو نجاح. يعني في زي ما بيقولك حب الناس نعمه، طب ما النعمه دي ايه؟ نجاح يعني، انت يعني النعمه دي حاجه كبيره. انا في ناس بقى كمان لو هنتكلم في النجاح اللي هو الملموس علميا يعني، فانا ما بشوفش الماديات نجاح، ان انت توصلي للتارجت مادي ده نجاح، اتفقنا على ده. ما بشوفش الـ يعني انت قلتي منصب معين، لا هو ده نجاح لو انت بتدوري في شغلك ان انت توصلي لمنصب اعلى، نجاح الا لو انت ما دوستيش على حد في طريقك يعني. ايوه لا هدوس على كل اللي حواليا عشان ده صعب، ده مش نجاح كده، ده حاجه تانية خالص. ده ما هو في صعوبات برضو بتواجه الناس في طريقهم للنجاح، مش أكيد. النجاح مش سهل ومش كل واحد يقع او يحبط زي ما لينا قالت. اكبر مثال النكسه اللي كانت قبل الانتصار، ففي امثله كتير قوي في حياتنا بسيطة صغيرة بتمشي في شغلنا في يومنا العادي، بنقع ونقوم ونقع ونقوم، مش معنى ان انت وقعت من اول مرة ان انت مش هتنجح. أكيد. لا، طول ما انت بتشتغل على حلمك فانت شخص ناجح. انت لو جيت شفت الشخصيات الناجحة اللي هي بقى اللي موجودة عالميا، يعني شخصية زي محمد صلاح، شخصية انا بتكلم على الشخصيات اللي ملهمة بالنسبة لي، اوبرا وينفري طبعا من اشهر المذيعات في العالم كله واعلاهم اجرا، يعني اعلى اجر مذيع في العالم بما ان انا في نفس المجال، فهي بالنسبه لي زملاء يعني جدا، زملاء جدا طبعا، مع اختلاف حاجات كتير قوي. يا رب تكون عارفاني يعني. اوبرا بحبك. في شخصيات يعني الشخصيات دي على فكره عاشت حياه صعبه جدا، عاشت حياه ماساويه، يعني هي ما اتولدتش اشهر مذيعه في العالم، لا هي حربت وكانت خلي بالك كشخص يعني كانت من اسره على قد الحال جدا، وكان وتعرضت لعنف جسدي وعنف وتنمر على شكلها، وكانت معهاش حتى قوت يومها ان هي تجيب وجبه تاكلها في اليوم. فبصي دلوقتي هي امين، يعني هي بقول لك اشهر واغنى المذيعات في العالم. شخصيه زي محمد صلاح، واحد حرت، واحد الظروف ما وقفتهوش، مش عارفه بيتكلم بياخد كام مواصله ومعهوش غير 20 جنيه عشان يروح بيها المواصلات دي، ومع العلم اكيد هو في لحظه من اللحظات احبط، صح؟ اكيد. لا بس هو خد الـ الاحباط ده محرك للنجاح، يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. لو بلاش ناخد الصدمه في وشنا ونقول لا ما خلاص الظروف ما عنداني، اصل الزمن مش عارفه ايه، اصل هي بتمشي كده، لا مفيش حاجه اسمها بتمشي كده، في ناس كتير قوي نجحت والتاريخ اثبت فيها ان الناس دي تعبت ونجحت، فعشان كده ربنا كرمها. ما انت لازم تاخدي الفشل ده محرك ليك انك تنجحي، زي ما احنا قلنا مثلا مثال عشان النهارده بنحتفل بانتصار حرب اكتوبر، ان كان في قبليها هزيمه والهزيمه دي قادتنا ودفعتنا للنجاح.
طيب انا متحمسه جدا ان انا اشوف راي الناس في الشارع، ايه رايك كده نشوف ايه مفهوم النجاح يلا عند الناس ونرجع تاني على طول، خليكم معانا. بشوف نفسي شخصيه ناجحه. الحمد لله بشوف نفسي طبعا شخص ناجح. مش قوي يعني، عادي يعني، ميديوكر يعني. بالنسبه لي بشوف نفسي ناجح. انا حاسس ان انا عندي التفوق مثلا يعني حلو، حاسس ان انا شخص ناجح جدا في حياتي. بشوف نفسي شخص ناجح اكيد. احيانا بشوف نفسي شخصيه ناجحه. اكتر حاجه شايف نفسي ناجح فيها الحمد لله ان انا كويس جدا مع اهلي، ببرهم، براعي ربنا في اهلي جدا. مجال الاثار والله في شغلي في حاجات كتيره جدا بعملها، فبس يعني هي الضغط دلوقتي والاهم حاجه دلوقتي شغلي. بس انا بعمل جرافيكس يعني وبعمل فن عامه، فتمام اكيد ده يعني. لو عامه مثلا علاقتي مثلا بصحابي انا كويسه في ده، ما بيبقى عندي اصرار لحاجه معينه بعملها. هو مجال انا حبه اصلا، فانا شايف نفسي ناجح عشان فيسبوك وتويتر يعني لما بقعد مثلا عليها بحس ان انا على حاجه مرتاح نفسيا يعني. دايما لما بعمل حاجه صح والاقي يعني كل اللي حواليا حابينها بحس ان انا ناجحه بيها يعني، حباها. ساعات بسيب راي الناس، واحيانا لما ببقى محتاجه ده لنفسي بقول على نفسي شخصيه ناجحه. بسيب الحكم للناس طبعا. ساعات بشوف حاجات يعني بتبين لي كده، وساعات الناس بتشوف شكرا يعني كومبلمنت، تمام. لازم ادي لنفسي الثقه طبعا. انا عندي ثقه كافيه ان انا اعرف ان انا ناجحه، واثقه في نفسي، فمش بيفرق معايا كلام حد. سيبوا للناس يعني، برضك في الناس برضك ممكن تشوف حاجه حلوه ممكن تشوف حاجه وحشه، بس في الاخر دي حياتي. النجاح يعني متوقف على حاجات هو بيحددها، هي المفروض اهداف البني ادم بيحددها لنفسه. هل يا ترى انا نجحت في ان انا احقق الاهداف دي ولا لا؟ من ساعتها الواحد يقدر يقيم نفسه هل هو نجح في الحاجه دي ولا فشل. ان هو يكون طموح، بيحترم مواعيده، بيحترم الوقت، بيحترم الشغل اللي هو فيه. نجاح في العصر اللي احنا عايشين فيه بعد التطور والتكنولوجيا والكلام دوت اختلف تماما. انا بالنسبه لي بشوف ان النجاح ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى. طموح، عنده اصرار. شخص ناجح يعني اللي هو دايما بيشتغل على نفسه عشان يوصل لليفل اعلى من الليفل اللي هو فيه يعني. عنده سيستم معين يعني بيعمل الحاجات في وقتها وفي ميعادها وكده. الشخص الناجح بيكون طموح، عارف هو عايز ايه. يعني صلاته اولا، يحدد وقته، ينظم وقته، ينظم دراسته، معاملته مع اهله مع اصحابه كده.